حقيقة خليني أقول لكم أنه بالرغم من صعوبة مباراة الاتحاد إلا أنه في حالة من التفاؤل في بعثة المنتخب أو عند بعثة الفريق، فريق النادي الأهلي. كلنا الحقيقة بنسمع دايما أخبار أنه اللعيبة يعني بتتعاهد أن هي تسعد جماهير النادي الأهلي والجهاز الفني طبعا برضو، وحتى يمكن موسيماني كان بيتكلم على قد إيه شايف دعم كبير قوي من رئيس النادي الأهلي طبعا الأسطورة كابتن محمود الخطيب، أنه قد إيه واقف جنبهم، أنه لو في أي مشكلة بتعترض طريقهم هو بيعمل بكل جهد علشان يحل المشكلة دي، وأنه حاسس براحة كبيرة قوي. وكل ده الحقيقة بيدينا نوع من التفاؤل قبل مباراة الاتحاد يوم الخميس اللي جاي إن شاء الله.